السلام عليكم البنات، ان شاء الله اليوم غنحضر معاكم كباب اضانا كفته على الطريقه التركيه. مدينه اضانا عندنا هنايا بصله مقطعه، فلفله مقطعه، ثوم انا محيده ليه العرق. عندنا ملحه، فلفل اسود، قزبر يابس، سماق، فلفل حار حسب الرغبة. عندنا كمون، تحميرة أو بابريكا، وعندنا بقدونس، وعندنا هنا الكفتة لحم مفروم كنديرو هنايا. ما عندي أنايا هذه شوية صغيرة، غادي ندير غير شوية باش نوريكم. أهم حاجة البهارات يتخلطوا مزيان، من بعد غادي نكمل نخلطها غير بيديا. كنضيفوا البصله، يعني كنضيفوا كاع العناصر. ونطحن هذه شويه، من بعد ما طحنت الكفته والبصله كنضيف فلفل حار، كنضيف السماق، قزبر يابس، الملح وفلفل اسود، كمون، بابريكا، عندنا الثوم. معدنوس وعندنا الفلفل. من بعد ما كنخلطوا العناصر جيدا كيوليو على هذا الشكل، من بعد كنجمعها ونتركوها في الثلاجة لتتماسك. من بعد ما كتبرد كنجيبو هاد الاعواد، صافي كنبقاو نصاوبوها على هاد الشكل. كنشكلو اللحم مفروم على هاد الشكل، من بعد كنشويوهم. الطريقة رائعة، وغادي نوريكم واحد السلطة كتكون مرافقة لهاد كباب أضانا. عندنا هنا البصل كنقطعوه، وكأس من البقدونس، طماطم، زيت زيتون، القليل من الفلفل الأسود، والسماق، والقليل من الملح، حبوب الشيا. صافي كنخلطوها ونقدموها في الطبق مع فلفل حار ومن حسب الرغبة على هذا الشكل. مع الحمص اللي سبق وصوبته معكم والخبز. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الكباب أضانا وبالصحة والراحة. مع السلامة.